مثل ما سنقول الآن أنه وصل شيء وتبرع ومساهمة في مشروع سقيا الماء وصل إلينا مبلغ 100,000 ريال. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحقيقة شيء يفرح جدا وبشريات خير، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل. وترى كل ما الواحد بذل وكل ما بذل من حر ماله وسعى وزاد يبشر بالخير بإذن الله بنية صالحة. أقول لا توه أقول الحمد لله اللي الله جعلنا خدام لبيته الحرام. يا ربي لك الحمد. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، مثل ما تفضل الشيخ قبل شوي، الله جعلنا خدام من رأس الهرم إلى آخر واحد. الحمد لله. واللي ناظر في الحج يناظر كيف الخدمات اللي تقدم للحجاج من الدولة. الدولة تضخ مليارات وتعطي بعطاء جزل. المياه في الحرم وفي الحرمين وفي في المواقيت تضخ الدولة شيء مهول. يعني الدولة الله يعزها، والملك الله يعزها سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين. حنا كلنا خدام. شوف العسكر اللي يخدمون في الحج، شوف الناس حقين المستشفيات، كلهم يخدمون الدولة. كيف تضخ هل الجهود الجبارة والأموال الطائلة؟ حنا الآن يعني 900,000 ولا مليون، هذه والله يعني تراها الحمد لله مبلغ بسيط. وبعدين يا أخي لما تنظر لهذا الماء اللي بيجي في ميزان حسناتك، سقيت به واحد ظميان. أنا مرة كنت راح معارض السيارات أبيع لي سيارة، شوف الشيء بشيء يذكر ولا تنساه. مر علي واحد وأعطاني قارورة موية باردة، كان حر ولا معي موية ولا أقدر أنزل وأخلي السيارة، ومر علي وأعطاني قارورة موية، والله ما أنساها له. الله يجعلها في ميزان حسناته ويرفع درجاته ويجعلها رفعة. يعني كيف أنك تسقي حاج جاي ضيف البيت الله، ضيف من ضيوف الله، تسقيه هالماء الجميل؟ لذلك والله فرصة، وأسأل الله أنه يبارك لمن أنفق ويزيدهم ويصب عليهم الخير صبا صبا، ويخلف عليه في صحته وفي عياله وفي أهله وماله، ويبشر بالخير بإذن الله. عندك بشرة؟ أبو عمر لفت إلى معنى جميل في قضية السقيا. الدولة تعتني بهذا المجال العظيم الذي يعني على المستوى الخدمة المباشرة في الحرمين، وأيضا ما يترتب عليه من الأجور لرأس الهرم خادم الحرمين وولي عهده، لكن بكرمهم هم يستطيعون أنهم يغطون هذه المجالات كلها بكاملها. لكن أيضا مثل هذه المؤسسات تراها أيضا كلها داعمة ومن توجيهاتهم، يعني فلا يظن بالحرمين إلا مكتمل الخدمات كلها. وبالمناسبة أبو عمر ذكر واحد يقول أسقاف، أنا أهدي له شد كامل الله يجزاك 20 عبوة في ميزان حسناته إن شاء الله. تبرع لنا فيك أبو عمر، الله يتقبل. شف عطاء رب العالمين، معلش اسمحوا لنا عاد خلونا نصير عفويين عشان الوقت، بس خلونا عفويين. شف عطاء رب العالمين، هذاك أعطى قارورة، شف عطاء أبو غير حسنات هذيك. الله المستعان. شف كيف الآن أبو عمر يهدي شد كامل. جزاه الله خير. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بمئة ريال سهم معنا في تبريد وتجهيز وتوزيع 200 قارورة مياه عبر الحسابات التالية.